كلهم صاروا تحت سيطرتي وما ضل غيرك يا كهاني. كهاني شو اللي عم يصير؟ بعرف مين اللي عمل هيك يا أيوك. انت ضل مع الضيوف ورح ارجع بسرعة. انتبه على حالك. ساعدنا يا قدير. إيرفاتي عم تعمل سحر وناس كتير تحت الخطر بسببها، ما لهم ذنب وجايين على الحفل ينبسطوا، وأنا بتبع لإلها. بدي تدلني على طريقة لحتى أنقذهم يا شيفا، بترجاك تساعدني. هدول المساكين بورطة وممكن يروحوا فيها. خليني خرب عليها سحر الأسود وأنقذ كل الناس من شرها، وخليني أثبت إنه الخير يلي بينتصر على الشر، وإنه الخير والحب رح يضلوا الأقوى حتى لو استعملت سحر الأسود. الإيمان بالحق والخير رح يكونوا القوة يلي رح تهزمها وتنهي سحرها، والحب هو أساس الحياة. ساعدني لأثبت كل هذا الحكي، دلني على طريقة توقفها عند حدها. شكراً كتير. بونديتا، شو كل هاد؟ أنا رح أقلك. أنت شو عم تعملي يا إيرفاتي؟ أنا بدي أقلك إنه شو ما عم تعملي ما رح تنجحي فيه نهائياً. هي مناسبة للفرح، ليش لحتى تنزعيها؟ أنت بهالحالة رح تخلقي أعداء جداد لإلك. أنا مو إيرفاتي، أنا جواليكا. رح تصيري تحت سيطرتي يا كاهاني، مثل ما عملت بحبايبك اللي قبلك. شو ما كان هذا السحر الأسود، أنتي رح تفشلي فيه. رح وقف بوشك ورح حاربك حتى لو خسرت حياتي، أنا رح أنقذ الكل. سواء كنتي إيرفاتي اللي بعرفها أو حتى جواليكا، مين ما كنتي تكوني رح خليكي تعرفي. يمكن أنا صبورة، بس احذريني إذا نفذ صبري. إجا الدور عليك. بعد الخطاب اللي قلتي لي اياه فكرتك اذكى من هيك. خلص هاي الخطابات ما عاد تفيدك. ما فيك توقفي بوشي كهان. لوين راحت كهاني؟ ما تكون وقعت بشي مشكله؟
هذا الحب اللي حكيتي لي عليه رح ينحرق بنار الكره. الخير يلي بتآمني فيه رح تنحرقي انت وياه بالنار. اليوم رح آخذ بتاري منك ورح يصير فيك اللي بتستاهلي. بونديتا صرعتيني وانتي تحكي عن الخير. خلي قوة الخير يا حلوة تفيدك وتيجي تنقذك، لأنه انتي وكل اللي بتحبيهم رح تنحرقوا بالنار بسبب سحري. في نار شاعلة رح تحترق بونديتا، حدا يعمل أي شيء، حدا يعمل شيء ويطفي النار. لا لا ياسمين وقفي. بونديتا لك ارجع، اتركني رح تحترق. انا رح لاقي حل، انا رح اتصرف. تعال جيب مي. أنا بورجيك روناك. ولك شو عم تعمل؟ اربطه بسرعة، لا تخليه يتحرك أبدا. أنا شو قلت أخي؟ ما رح خليك تتزوجها طول ما أنا عايش. شو قلت؟ أنت واحد ما بتفهم، عم تسمعني ولا لا؟ أنا مواطن ببلد مستقل وإلي حقوقي كمان. إذا ما تجوزت اليوم فأنا بكرة رح أتجوزها. أنت رح تاخدها على جهنم يعني؟ صدقني بروح على جهنم وبجيبها وبتزوجها قدامكم كلكم كمان. لأنه كهانية اللي شايفها قدامها رح تصير مرتي بشي يوم. ايه بعدين ورجيني شو رح تعمل. فكني وشوف هالجوازة كيف رح تصير لك. يلا فكني يلا. شباك شو صار لك؟ Lakshmi Pate Tendriyogam Sudeva Lagnam Sudanam Tadeva Tara Valam Chandra Valam Tadeva.
لك انت شو عم تعمل يا مجنون؟ ها؟ بعد عن حبيبتي يا حيوان؟ كمل المراسم لو سمحت. يوغ لا تتهور يوغ. ديري بالك توقعي. بتمنى الفرح والسعادة للعروسين. ولك حدا يوقفو. على شو عم تتفرج؟ وتعالوا ساعدوني. يوغ يوغ شو عم تعمل؟ يعمل فيني هيك؟ بترجاك اطلبي منه ينزل، انت برد عليكي وبيسمع كلامك. يلا روبا لبسها طوق الزواج. يوغ بترجاك لا تعملها. ناديله ليوغ ينزل لهون. بترجاك اهدي شوي بقى. يتجوزوا. يلا نزليهم. من الأول كان قلبي حاسسني أنه رح يصير شي مو منيح. هذا الطوق لعائلتنا من سنين طويلة، نحن منلبسه لكنة العيلة، مانو من حق رقاصات الملاهي. غونجان يوغ اهدي. هلأ كمل الزواج. غونجان غونجان انت شو عم تساوي هون؟ احكي غونجان انت شو عم تساوي هون؟ يعني كتير طبيعي نام لاني سهرت معك. هلأ نحن صرنا زوجين بالمعنى الحقيقي. يوغ شو؟ اسمعي غونجان استني شوي. حماتي
أنا ويوغ مبارح صرنا واحد. عن جد؟ مبارح صار ابنك إلي لحالي حماتي. عرفتي ليش حبستك بغرفتك مبارح؟ لأنه مبارح كان يوغ مع جونجان وما بدي حدا يزعجهم. إذا حاولتي تاخدي ابني مني ومن دون إرادتي طبيعي اتصرف معك بهالقسوة هي كهاني. أنا داء خلقي من العياط والحكي البلا طعمة وتصرفت بطريقتي. صرنا أنا ويوغ زوجين عن جد. يوغ لإلي ولازم تعترفي بهذا الشي. يوغ هلأ صار بس إلي أنا. سمعتي شو قالت؟ أكيد أنتي عرفتي هلأ إنه ما ضل إلك مكان بهالبيت. لهيك ضبي غراضك وروحي وحاج مشاكل وجع راس. خلينا نخلص كل شي على رواق. راني روحي واشتري حليب. إيه لا تطولي. حاضر أختي. شو كهاني؟ ما عم تردي من الصدمة؟ عم تبتسمي وتحاولي تبيني هادية؟ لا أنا ما انصدمت، بس ما بعرف كيف نسيتي أنتي وجونجان شغلة مهمة. يعني صح أنتو طول الوقت عم تحكوا علي ويبدو أني أخذي حيز من تفكيركن وشغلتكن كتير، وعم تحكوا علي وعلى حياتي بالعاطل من أول ما أجيت. بس أنتو كيف بتنسوا أني عشت مع الرقاصات من صغري وما بيهمني هذا الحكي؟ أنا ما استخدمت معك هاي الأساليب، بس هذا ما بيعني أبداً أنه رح تمرق علي. وأنا حذرت يوغ قبل بوقت وهو اقتنع بحكي. إيه صح جونجان، ما شربت الكاسة اللي جبتي لي إياها، كنت بعرف كل شيء. ما خطر لي أبداً إنه تكون بحياتنا هيك ليلي يوغ. صار يلي قلتي لي إياه يا كهاني، لهيك ما مرقت علي القصة، ما مشيت الخطة تبعك. معنى هذا الحكي إنه يلي صار بيننا مبارح كان بوعيك وكان بإرادتك. جونجان قولي يلي بدك إياه. بدي أقول للكل يلي صار وأكيد الناس رح يصدقوني لإلي. بدك تروحي تقولي للناس هذا الحكي؟ هاي الطريقة اللي رح تخليك تكون ملكي. ماشي، ما تركت لي غير هذا الخيار وأنا ما بستسلم بسهولة. استني، في دليل على حكيك؟ بلا دليل ما حدا رح يصدق. أنا عندي دليل يثبت كل الحكي تبعي. والدليل هون. فيك تشوفي كل اللي صار مبارح. يوغ جونجان إذا بتريدي. ليش شوفي؟ أنا عن جد كتير تعبان، بدي نام وارتاح شوي. بس يوغ. لا جونجان أنا ماني قدران وراسي عم يوجعني، بدي نام تركيني. هلأ هيك يوغ؟ تركيني جونجان. قال تعبان. مين رح يعرف شو صار بالحقيقة؟ إذا أنا قلت لهم أنه عملنا علاقة أكيد رح يصدقوني. هلا هيك بالأخير عم تبتزيني يا جونجان؟ لك أنا عم أعمل هيك لأني بعشقك يوغ. بس يبدو أنت ما بدك. يعني
انكسر تليفونك هذيك المرة، وهلا أنا انكسر تليفوني. اسمع منيح شو بدي أقول لك يوك، أنا ما فيني اشترك فيك مع غيري مين ما كانت، لا هلأ ولا بعدين ولا بكل حياتي، عم تفهم؟ ما في داعي تحكي هيك، نحن الاثنين هلأ زوج وزوجة ورح نكفي حياتنا سوا، وكمان أنا بدي ضل شوف وشي بعيونك الحلوين كل عمري، وقلبك بدي أقعد وأتبق فيه مثل المستأجرين الغلاظ، فهمتي علي؟ نحن تزوجنا ما غلطنا، ليش لازم نخفي زواجنا ومثل كأنه عم نعمل شي غلط؟ بدي أحكي للكل، ما عاد بدي خبي. اسمعيني شوي، من أنا وصغير كل ما صارت معي مشكلة وما كنت قادر لاقي لها حل كنت روح لعند أمي وأحكي لها إياها فورا، وهي كانت تحلها على السريع، وهلأ صار الوقت لحتى أحكي لأمي لتحل هالمشكلة. هلأ أنا مشكلتك؟ عن جد أنا زعلت منك. امشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.